نلاحظ أن الرافعة تكون في وضع اتزان بعد اختيار المكان المناسب لتعليق المقاومة. حكينا إذا حركنا راح يصير عندي اختلال في التوازن، وبالتالي راح تسقط أحد طرفيها. استنتجنا قانون الرافعة، القوة في ذراع القوة. إذا أنا زي ما حكينا اعتبرت إنه اللي كانت على اليمين القوة، معناته لعند نقطة الارتكاز شو بسميها؟ نيجي نعيدها. لو أنا اعتبرت إنه هاي القوة، معناته أنا اللي بقابلها شو بدي أسميه؟ اللي بقابلها بدي أسميه المقاومة، معناته هي المقاومة. بلاحظ إذا الجسم اتزن معناته هيك أنا أموري شمالها تمام بالشكل الواضح أمامكم. هاي القوة وهاي ذراع القوة، هاي المقاومة. المسافة بين القوة هون ونقطة الارتكاز شو بسميها؟ ذراع القوة. المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز بسميها ذراع المقاومة. زي ما حكينا اعتبرت هاي القوة معناته اللي قبالها مقاومة، وإذا اعتبرت هاي القوة بعتبر اللي قبالها مقاومة. الآن القوة بيرمزوا لها بالرمز قاف، ذراع القوة بيرمزوا لها بالرمز لام القاف، المقاومة ميم ولام، وذراع المقاومة لام الميم. نيجي نشوف، ولكن انتم بتتذكروا في عندي اخذنا شيء اسمه الفائدة الآلية. الفائدة الآلية لو اجيت انا قسمت هون على قاف وهون قسمت على قاف، شو صارت عندي؟ صارت عندي القاف مع القاف راح تروح، بصف عندي لام القاف يساوي ميم على قاف ضرب لام الميم. طيب تيجي تقول لي لام القاف بدي احط انا ميم على قاف لحال، ولام القاف على لام الميم لحال، بقسم على لام الميم بقسم على لام الميم، معناته ميم على قاف تساوي لام القاف على لام الميم. ميم على قاف زي ما انتم عارفين هذا شو سميناه؟ الفائده الآلية. لام القاف على لام الميم شو سميناها؟ اللي هي ذراع القوة على ذراع المقاومة. نفتح مثال صفحة 16. مثال صفحة 16 يبين الشكل 5 إلى 8 اللي أمامكم. ساق فلزية مطبع على مسافات متساوية، كل مسافة 10 سنتي بيناتهن، معلق فيها جسمين قاف وميم، اعتمد على البيانات عشان تطلع. أول إشي بده الفائدة الآلية، حكينا كيف بنطلع الفائدة الآلية؟ بما إنه معطيني ذراع القوة ومعطيني ذراع المقاومة بقدر أحل على هذا القانون. ميم أو بدون ميم على قاف باجي بقول الفائدة الآلية تساوي لام القاف على لام الميم. باجي على السؤال، السؤال واضح أمامكم، بين كل ثقب وثقب 10 سنتي، هاي 10 سنتي 20 سنتي 30 سنتي 40 سنتي 50 سنتي 60 سنتي، معناته قاف لام القاف قديش؟ 60 سنتي على 2 بالعشرة سنتي، هاي 10 سنتي وهي هون 10 سنتي، هاي 20 سنتي. طبعا ليش حطينا بالسنتي؟ لأنه لازم دائما الطول يقاس بالمتر، فيا أنه بما أنه سنتي على سنتي بروح ممكن تحل طوالي لأنه الواحد متشابه، فباجي بطير الواحد مع بعض بصفي 60 على 20، الصفر مع الصفر 6 على 2 ويساوي 3. هاي هي الفائدة الآلية، حكينا الفائدة الآلية ملهاش وحدة لأنها قسم. المطلب الثاني للسؤال وزن الجسم، كيف ممكن أنا أطلع وزن الجسم الثاني؟ وزن الجسم الثاني اللي هو مقاومة، حكينا بما أنه أنا عندي قوة معناته بده يقابلها مقاومة. وزن الجسم الثاني هو عبارة عن باجي بكتب القانون اللي أخذناه هون، قوة تساوي ذراع
عفوا ضرب ذراع القوة تساوي المقاومة ضرب ذراع المقاومة. القوة معطيني إياها في السؤال مقدار 2.5 اللي هو وزن الجسم الأول، ضرب لام القوة طلعنا 6 بالعشرة، 6 سنتي، يعني هي أصلا 60 سنتي لأنه قلنا كل ثقب بيناتهم 10 سنتي، 60 على 100 وهي عبارة 6 على 10. ميم بده إياها، لام الميم حكينا هي 2 بالعشرة. الآن المقاومة تساوي 2.5 ضرب 6 بالعشرة على كاملة على 2 بالعشرة لأنك قسمت على 2 بالعشرة، كامل الناتج بيطلع 7.5 نيوتن. هيك بنكون انهينا الجزء الأول من درسنا. إن شاء الله المرة الجاية رح نكمل بالجزء الثاني من الدرس، ويعطيكم ألف عافية.